يسعد مساكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مش راح اقول لكم حطوا لايك، وراح اقول لكم اشتركوا بالقناه. اليوم فرحانين ان شاء الله، عندنا فرح وانا مرت خال العريس، وحبيت تشوفوا معي شقه العريس، هو لسه ما سكنهاش، ان شاء الله يسكنها بالهنا يا رب، ويكون فرح سعيد عليه يا رب، ويهنيه ان شاء الله ويمليها عيال. طبعا حبيت اوريكم شقه العريس، اتفضلوا معي. بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله بكره الدخله، اليوم الحنه، بسم الله ما شاء الله. هاي بمصر يقولوا له نيش، عندنا بلبنان بنقول له زاويه. بسم الله ما شاء الله، هاي الحاجات بتجيبها العرايس عندنا. الله يهنيه يا رب ويسعده. حبيت تشوفوا بس شقة معايا، تقولوا لي شو رأيكم، وادعوا له الله يهنيه يا رب، بكرة فرحه ويسعده يا رب. محمد عز حبيبي، ربنا يهنيك يا حبيب قلبي. بسم الله ما شاء الله، طبعا دي كلها حتة واحدة. هاي التانية ما شاء الله، هو كله ما شاء الله نيش واحد، هنا بمصر بيسموه نيش. ولسه في حاجات كتير كمان ما خدهاش النيش، معيونه كلها. هاي ترابيزه مع كراسيها طبعا، بسم الله ما شاء الله. وهي الصالون او القعدة، ادعوا له الله يهنيه يا رب ويسعده. طبعا الاوضه الكبيره مش هينفع نصورها، ودي اوضه الاطفال ان شاء الله يملوها اطفال يا رب. دي الدولاب، هاي الزرفه الثانيه، بسم الله ما شاء الله، هي كلها مفارش. هاي أوضة الأطفال، وهاي القزامة طبعا ان شاء الله اليوم هتتنظف ان شاء الله، لان بكره دخله العريس. بسم الله ما شاء الله، هذا المطبخ طبعا، الحاجات دي على الرخامه ما عندهاش مكان، بعد الفرح ان شاء الله كله هيتلم ويتعان.
انا مرت خال العروس، يعني المفروض يجي لي طقم حلل، صح ولا لا؟ المرت خال الكبيره واول فرحه لينا. الطقم دي عاجبني انا قوي، بس ربنا يفرحهم فيه يا رب. وهي الغسالة ولسه المطبخ مكركب، يعني مع سب الليل ان شاء الله هيتروق. وهذا الحمام الله يهنيك يا محمد، يا رب يجعل ايامك كلها فرح. وقولوا لي شو رايكم بالتعليقات. على فكرة الديكورات بمصر بتجنن، تعجبني كتير. وهيك يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. كل سنة وانتم طيبين، وباي يا حبايبي. زي ما اتفقنا اوضه النوم ما فينا نصورها.